والخطورة مستمرة. اليوم التركيز راح يكون على لاكازيت اللي راح يشارك للمرة الأولى مع فريقه، مهاجم الفرنسي اللي عنده قدرة على تقديم الإضافة وهز الشباك. تسديدة ممتازة للتقدم والكرة في الشباك. ليس هناك أجمل من أن تكون البداية بهدف، قدرات هجومية، مشاركة أولى وهدف أول. مستحيل هذه الكرة، الكرة في المرمى، لاكازيت يحضر وتحضر الأهداف، الكرة تصل إلى الشباك، موهبة بالتأكيد، هدف لا يهدر في هذه الأماكن، قدرة على التسجيل بكل الوضعيات. أصحاب الأرض الآن يتجهون إلى خطة كشف التسلل. نيلسون سميدو عند الكرة الآن، المساحة أمامه لإرسال كرة عرضية. أرتور ميلو، فرانكي ديونغ، وصلت ألكسندر لاكازيت. يا رب، تصدي خرافي من حارس المرمى. ركنية ترسل في وسط منطقة الجزاء، تبعد الكرة من أماكن الخطورة. كرة بتتخلص لكنها بالخطأ تعود للمنافس مرة أخرى. كاسيميرو، مارسيال، المساحة متوفرة أمامه لإرسال كرة عرضية. أرتور ميلو، هدف بيريح الأعصاب، هدف بيزيل التوتر، هدف بفارق الهدفين، مزيد من الراحة. الأمور لم تنتهي لكنها اقتربت الآن. هدف رائع يكشف عن قدرة هذا الفريق في بناء الهجمات. هذه الكرة العرضية، هذه الكرة التي كانت في الطرف الأيسر، لكن شوف الاستغلال، شوف وضع الكرة في الشباك، شوف الإعادة، شوف العرضية المثالية جدا، يضربها بقدمه في الشباك. الكرة كانت صعبة على حارس المرمى. إيدر ميليتاو، دي يونغ، ضغط كبير، كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر. تدخل ناجح على الكرة، قوية التمريرة لكن بتروح سهلة. تصرف ممتاز من حارس المرمى، شوف الخروج وإبعاد هذه الكرة. جيمي فاردي، فرصة والكرة في وضعية الهجوم. فرصة للتقدم أمام مارسيال. أليك بيمر ويتقدم الكرة، فرصة متاحة، كرة خطيرة على القائم. أوهو، يا لها من فرصة، الحارس يمسك بالكرة الآن، لكنه ينظر إلى العارضة في اللقطة الماضية التي وقفت إلى جانبه. الله على الكرة، كانت خطيرة. بيبعد الكرة بشكل ممتاز، والكرة بتتخلص لكنها تعود مرة أخرى للمنافس. لوسيلسو، جان فيليب ماما، فرصة تقليص الفارق، تصدي من الحارس، ما زالت الكرة خطيرة. في وقت مثال يتدخل، بيشتت الكرة، بيخلصها في اللقطة الماضية. لاكازيت، فرصة خطيرة مع لاكازيت. الكرة في المرمى، هدف في هذا التوقيت، الله على المتعة. في أولى مشاركات هذا اللاعب هدفين يخطف الأضواء والأنظار، الله على هذه المشاركة. الفارق يتسع بعد هذا الهدف مشاهدينا في كل مكان، الأمور انتهت بالفعل، العودة شبه مستحيلة الآن. مباراة من طرف واحد والنتيجة مشاهدينا متابعينا تدل وتؤشر على ذلك.